أهلا وسهلا بجميع المستمعين والمتابعين. أبدأ اليوم بالجزء الأول للمؤامرات الجد خطيرة والمنيئة التي حدثت في إريتريا، وخاصة لمسح ما أعرف باسم جوهر التحليل الإسلامي. فالمؤامرة الأخيرة بدأت باختراق ذلك الحزب الذي يعرف حزب العمل. فعلا خلق هذا الحزب في العام 1969 في المنطقة الغربية بضواحي الساحل مبارك، واندلعت فورا الخلافات التي ظهرت في حينها. هذه المجموعة أغلبها التي أسست حزب العمل هي مجاميع عاداتها، تقاليدها، تعليماتها، فهمها سوداني بحت. فعندما ظهرت الخلافات الأولى في البعد عن الجبهة من قبل ما عرفت فيما بعد بقوات عوبل، كان أحد أعدائها الرئيسيين أحمد آدم عمر. وأحمد آدم عمر كان أحد أعداء المؤسسين لحزب العمل. فالمجموعة أدانت أحمد آدم عمر بأنه قبلي وإقليمي إلى آخره. فإذا عدنا لمعرفة كيف كان هذا العدو الأساسي في تأسيس ذلك الحزب، كيف كان له وجود؟ هذا يعني بأن المجموعة التي أقامت هذا الحزب لم تعرف بعدها البعض جيدا، ولكنها بالرغم من كل هذا نجحت في تنفيذ وتثبيت نفسها في المؤتمر الوطني الأول للجبهة، والذي ذكرناه في عينه بالأخطاء التي ارتكبها هذا المؤتمر في إدانة قوة عبل وقوة سود عيلة، وإبعاد عن الإدارة بقوة حزب الحرية الذي أصدر بيانا واضحا في العام 70 عرف بنحن وأهدافنا، ولم تقم قوة الحزب بتحليل وفضح ذلك البيان الذي عرف بمانيفيستو نحن الأمانة. لم يترجم، لم يوزع، لم يحلل. الخطورة كانت في تلك البرنامج الرسالة التي ينقصها الشجاعة لتوضيح الفروقات الدينية، ولكنها قالت نحن لا نمثل المسيحيين، نعم نحن مسيحيين، ولكن نؤكد بأن اللغة العربية هي ليست لغة الإسرائيل. لا أعتقد أبناء المخابرات الإسرائيلية شرقا ولا غربا أعلنوا هذا الإعلان كلغة رسمية إريترية، هما التيجرينية والعربي، كان إعلان الأمم المتحدة التي شكلت
في العام 1945 في يالطا، والتحية الأولى للألاعيب الأمريكية البريطانية كانت إيه؟ طبعا القرار قرار الأمم المتحدة فور اندلاع الحرب العالمية الثانية التي بدأها النازي أدولف هتلر وتوعته اليابان تحت قيادة هيروهيتو، ثم إيطاليا تحت قيادة الفاشيست بنيتو موسوليني. بيان الأمم المتحدة يقول بالوضوح: تحرير المستعمرات الإيطالية في إريتريا كانت أولى مستعمرة إيطالية. لماذا لم يتم تحرير إريتريا؟ هنا تبدأ المؤامرات في حذف إريتريا تماما. دخول البريطانيين لم يكن دخولا سهلا، ولو لم يكن الجيش الإريتري اللي كان يعرف بعسكر مساعدا لهذا الدخول، والبيانات اللي كانت توزعها بريطانيا أرضا وسماء كانت تقول اطردوا هؤلاء الفاشيست، ولكنها دخلت. لم تكن قوات كبيرة، ولكن القوات الأساسية للقوات البريطانية التي دخلت إريتريا كانت تتكون من هنود، باكستانيين، سودانيين، ونيجيريين، وبواقي من بقى في إريتريا من هذه القوات يظهر في مقدمة البرنامج السينمائية في أسمرة المعروف بكوتاري. وفعلا كان جنود من أصل يهود مع الجيش البريطاني. الشارع في أسمرة المعروف في شارع ديل كورسو كان يقيم فيه يهود كثار، غالبيتهم كان من الجيش البريطاني. ولكن الشيء الذي أفزع بريطانيا كان التمدن المتقدم اللي كان يحيط بأسمرة مسوى كلام. فبدأت القوات البريطانية نهب وسلب كل الممتلكات الإيطالية، وعلى رأسها وسائل المواصلات التي كانت تعرف في حينها بالتلفريكا، تأخذ من مواني مصوح إلى أثمنا، ثم مصانع متطورة، وكل الزنكات اللي كانت تغطي المستشفيات العسكرية الإيطالية في إيطاليا. بالإضافة، إيطاليا كانت تملك في أسمرة أكبر معسكر في العالم، في حينه كان يعرف هذا المعسكر براديو مارينا، لأنه إيطاليا كانت تتابع كل البحار العالمية من تلك المنطقة. لا يعرف أحد ماذا كان هناك. هنا تتكامل الدخول في احتلال ذلك المعسكر من أمريكا وتحويل اسم راديو مارينا إلى كاجنو ستيشن. هذا مدخل أساسي لمعرفة المؤامرة التي حاكتها بريطانيا بالاشتراك مع أمريكا لحجز معاني ومفاهيم الحرية في إريتريا. والدولة الوحيدة التي وقفت
مراهلة لهذه المبادئ كانت باكستان الممثلة في الأمم المتحدة، وهنا ظهرت باختراق موضوع آخر عرف باسم الاستفتاء ريفرندوم، لم يجري في إريتريا بأسرة بل في أسمرة مسوح وكرم فقط. إذا هؤلاء المدن هل يمثلون الشعب الإريتري بأسره؟ فكل تلك العملية لم تكن صحيحة ولم تكن عادلة، فلذلك كانت إحدى المؤامرات ضد الشعب الإريتري، وهذا لم يمنع بأن يسقط الرأي الأمريكي البريطاني وبلورت إريتريا كدولة آلية مع إثيوبيا. لإريتريا كان علم، لإريتريا كان برلمان، في الوقت الذي كان لا يوجد فيه لا برلمان حر ولا تنظيمات أساسية في إثيوبيا. فالبرلمان الذي كان يقود الشعب الإيرسي كان برلمان اختارته شعوب إيرسي، ولكن من أسقط ومن دمر ذلك البرلمان؟ هايلي سلازي وفلا عقبي. إذن فهذا يسمى توسع واستعمار احتلال. وكان برنامج الأمم المتحدة في حينه يقول اتحاد فيدرالي مع إثيوبيا 10 سنين، وبعد 10 سنين يجرى استفتاء آخر. وهنا الهول يحدث في أنه في ذلك الوقت كان سكرتير الأمم المتحدة متوجها من نيويورك إلى أفريقيا، خاصة في وسط أفريقيا لمشاكل الكونغو، وثم شرق أفريقيا خاصة إريتريا. هذا السكرتير قتل في السماء وهو متوجه إلى هذه المنطقة. لم يقل عن هامرسولد شيء، ولكن هامرسولد كان متوجه لدراسة الأوضاع. هنا نكتفي بذكر هذا الواقع لأن المسؤولية التامة تتحملها اليوم القيادة التي استلمت السلطة بعدما عرف بالحرية بعد عام 91. ماذا فعلت؟ هل أجرت دراسات كافية؟ جيلي أنا يعلم بكل الحقائق. وها أبدأ بمواصلة تاريخ حزب العمل. في حزب العمل الذي تمكن من الانتصار في المؤتمر الوطني الأول، بغض النظر عن الأخطاء التي ارتكبت، لم يتمكن من تقوية الحزب حتى عام 1975. صح في العام 1971 عندما قرر المؤتمر الأول تشكيل تنظيمات مختلفة سياسية اجتماعية عسكرية، لم تتمكن قوى حزب العمل من تشكيل هذه التنظيمات بمجموعة وجه مقبول، ولكن ظهرت خلافات بينها وحاولت إبعاد
بعض عناصرها، وخاصة حرية الله بيرو الذي كان عضو هذا الحزب، والذي كانت تتخوف منه عدوية المكتب السياسي للحزب، عملت كل ما تستطيع للدخول في المؤتمر الوطني الثاني الذي صحح الأخطاء التي حدث في المؤتمر الوطني الأول، ولكنه نجح أيضا في إبعاد حرية تلة. حرية سقط، استلم حزب العمل كل ما كان ممكن استلامه، وبدأ رحلته لتدمير الجبهة بالضبط كحكاية الحمار الذي يقول لا تنبت ورائي ولا شيء. استلمت ونفس برنامج المؤتمر الوطني الأول، حاولت تكوين تنظيمات المكتبين الذين نجحوا في تنفيذ ما كان يراه الشعب، هما المكتب العسكري والمكتب الإعلامي. المكتب السياسي الذي فتح لأول مرة برئاسة توتيل، توتيل يعرف أكثر من غيره بأنه لم يكن قادر لقيادة ذلك المكتب، فحاول تنقية عناصر لها خبرة وفهم في اللغات وعلاقات عديدة، فاختار رئيسا لمكتبه تستفاي تخرج. هذا الأخير متهم بعنصرية إقليمية، وكان المكتب السياسي يتكون من عدوية داخلها في الصحيح الذي كان عضو المجلس المنتخب في المؤتمر الوطني الثاني، وفي الصحيح لم تعطى له أي فرصة لا لتكوين مكتب خاص به وتقوية علاقته بالكوادر، ولكن الأمور كانت تجري بسرعة فائقة. ركلها تصفاية تخلزكي لتثبيت نفسه ولبعد في السعي، وهنا شكل ما عرف بمدرسة الكوادر السياسية. عين لهذه المدرسة إدريس نور حسين ريجن، إنسان منحاز إلى تصفاية تخلزكي والتوتير، ولكن بين حين وآخر كانت تحدث هزات رهيبة في ذلك في تلك المدرسة. ظهور عناصر لها عدوية في الحزب الحاكم المعروف بحزب العمل هم عمر محمد سليمان و عمر عبد الله عمر ناصر. تم إرسال الأول عبد الله عمر ناصر إلى القاش كمدير الوحدة الإدارية، وبقى عمر سليمان في المكتب، ولكن بقاؤه لم يرضي لا توصيل ولا تصفيق منه. ففي مدة لم تتراوح الأربع شهور أرسل عمر سليمان ليبقى في السودان، وفجأة تحدث أشياء داخل السودان ضد الديكتاتور آنذاك
جعفر المير. فكانت حركة قام بها عسكريين بقيادة المقدم عثمان، لم تدم 7 ساعات. وفجأة بعد هذه الحركة قامت حركة المهدية بمساعدة ليبية واضحة، وكانت معلومات تدور حول تسليم ليبيا بأسلحة متقدمة ومرتكة إلى المهدية، قامت به الجبهات الأنسية. لم يكن هذا صحيحا، ولكن تمت لقاءات بين ما عرف باللجان السورية تحت قيادة القائد الليبي و عثمان صالح سبي. وعثمان لم تكن له قوة بإمكانها تقديم مساعدة، فالأخبار التي كان حصل عليها نمير لم تكن صحيحة. وفجأة يعرف الحقيقة ويقدم الهدية الكبرى على حسب فهمي بإذاعة جمهورية السودان، ساعة لكل تنظيم، جبهة التحرير الجديدة، جبهة الشعبية التحرير الجديدة، وقوات التحرير الشعبية. في البداية 5 أيام في الأسبوع، ثم تحول هذا إلى 7 أيام بعد انخفاء أو ضياع سبي. ولكن داخل الجبهة الأمور كانت متجهة بقوة هي قوة حزب العمل لتتمكن من تحكيم كل أمور الجبهة. وهنا أيضا تظهر تدخلات خارجية على رأسها التدخل الخفي لقوات أو لمتابعي الكي جي بي المخابرات السوفيتية، ومعها مخابرات ألمانيا الشرقية، فإنها كل قوى الشرق كانت تحت قيادة الحزب الشيوعي السوفيتي بقيادة بريجنيف. وطبعا لم تبدأ هناك مشاكل واضحة بين إثيوبيا والصومال، وكان بقاء قوي للسوفيت في الصومال. وفي إريتريا كانوا يلعبون دورهم بإرسال ألمانيا الشرقية، فألمانيا الشرقية تدع أمام حزب العمل بأنها مستعدة لإعطاء فرص تعليمية للجبهة. هذا كانت الخطوة الأولى لألمانيا لكسب ثقة حزب العمل، لكن تلك الثقة لم تكن صعبة. وهنا حزب العمل جعل من نفسه من البداية تنظيما سريا لا يريد أحد أن يعرف ما هو، فإذا هناك حركات لأي تنظيم آخر بيرون وقوة أخرى كان في إمكان حزب العمل تدمير هذه القوة دون أن يرى. ولكن هنا تحدث أمور ليست خطيرة. طبعا بعد العام 75 ظهرت القوات الإثيوبية المعروفة حاليا بوياني، كانت جبهة التحرير تجري
فالشبهة لم تقبل هذا الشيء، حاولت إفهام هؤلاء بأنهم من مؤسسي الدولة الإثيوبية، وخيار كثيرة من أبناء تيغراي كانت تقود إثيوبيا. ولكن في هذه الأحيان تم ظهور قوات إثيوبيا تحت حزب الشعب. هذا الحزب كان سريا يتعامل مع قوات مونغستو، ولكنه كان يتمتع أيضا بثقة من الحزب الشيوعي السوفيتي والحزب الشيوعي الألماني الشرقي. فتقدم سؤال ألمانيا الشرقية تركع الجامعة، تقول فيها بأن لها أسلحة تريد تسليمها إلى حزب الشعب الإثيوبي. انظروا هذه المحاولة، هذا الشعب، هذا الحزب لم يعترف تماما بالجبهة ولا بالحزب. فعلا تم اجتماع وتم اعتراف منصف ليس كامل، وهذا خلق أيضا توترات في علاقات الجبهة في جبهة تيغراي، وفرار مئات من مناضلي جبهة تيغراي تحرير تيغراي إلى الجبهة الشعبية. هذا كان أول نقطة تم فيها هذا العمل الرهيب. وكل هذه كانت مكبسة سرية لا يعلم بها أحد. وهدف حزب العمل لطمس ومسح القوى الرئيسية في الجبهة المتمثلة في المكتب العسكري كان قوي. توتي لم يقصر، أصبح جرارا لجمع محمود توتي، محمود حسب، بمناضلة شابة متزنة وقوية. لم يكن حبا في جمعهم بقدر ما كان هدف لتفتيت المكتب العسكري، ولكن البداية لم تكن هذه. بداية هذا العمل القذر يبدأ باغتيال عبد القادر رمضان. عبد القادر رمضان كان عضو هيئة الأركان، وكان أحد العارفين بأمور البحر الأحمر وأهميته، وأرسل مع عبد القادر رمضان عبد الله إبراهيم عضو المجلس الثوري ومن أبناء منطقة دنقاليا ومن أحد عارفي أسرار المياه في المنطقة. مجموعة من داخل كتيبة معينة تقوم باغتيال الاثنين. لا يتمكن المكتب العسكري أن يعرف حقائق الأمور. من يعي ومن يعرف كان المكتب السياسي، والمكتب السياسي لم يقم بأي توضيحات لما جرى. كانت هناك محاولة من قبل المكتب الإعلامي لمعرفة ما كان يجري. فجأة في بركة يقتل أحد منادلي قوة الكوماندو التابعة للمنادل الشهيد تمسح عرف بسليمان الدح. الأمور تجري هكذا الجبهة الشعبية تعقد مؤتمرها الأول، مؤتمرها التأسيسي، وتبتعد وتعزف اسم قوات التحرير الشعبية وتسمي نفسها الجبهة الشعبية لتحرير الإرثاء، منتخبة نوال محمد نور ك
كسكرتير وإساس كنائب لهذا. فكان التوجه الأول لرملان إلى سوريا لتوطيد علاقات الجبهة الشعبية ولتوضيح ما أجداه المؤتمرين. السوريين كانت لهم مواقف حازمة يقدمون فيها أسئلة لرملان: إذا أنتم متقدمون والجبهة متقدمة، لماذا لا تجلسون معا وتحلون مشاكلكم؟ فرملان انتهى هذه الفرصة لبعث رسالة مستعجلة ومهمة من سوريا إلى سكرتيره الذي هو بالفعل رئيس إيجابي، واندفعت قوى الجبهة الشعبية لتأتي إلى باركة خاصة في المنطقة التي توجد فيها المدرسة العسكرية والمكتب السياسي. كلمت كل أعضاء القيادة التنفيذية للجبهة الشعبية وتقدمت إلى المنطقة كل قيادات المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب الحاكم، فحاولوا الابتعاد من المنطقة إلى هواشاي لمناقشة أمورهم. فالإعلان السري لتوحيد الحزبين، الحزب الحاكم في الشعبية وحزب المتستر في الجبهة. ومن عارفي الأمور في مدرسة الكادر كانت قوة أحد أعدائها شبع قوانكيل، ثاني هو أحمد محمد سعيد داود كبير مسكر، تحاول إيقاف كل هذه القيادات، ولكن الأمر خرج دون إرادة هؤلاء المجموعة. وهنا استغل توتيل نقطة ضعف في مرأكي ليأتي إلى المكتب السياسي بعناصر مندسة من المخابرات الإثيوبية رفع الأسلحة من الكوادر السياسية. استعمل في مهمته هذه هايلي ولدنيكيل ومعه زكريا من أولى مدينة كرم مندس آخر. فهذه التجربة أوضحت الهزات التي كانت تحدث في المكتب السياسي. استعمال ذلك العميل لم يكن سهلا، فهنا مجددا توسيد لإخفاء هذه الجريمة يبعث هذا المندس ومعه زكريا إلى كسرى لإغتيال حرية تلابيرو. ولكن هذه الشخصية لم تتمكن من تنفيذ أعمالها لأنه كانت محاطة بمقاتلين إرثيين يتابعون الأمور. فسلم هذا الأخير نفسه ومعه أخيه الذي كان أرسل إلى العراق لتنفيذ دورة عسكرية، سلم إلى إثيوبيا. هذه القصة لم
تعمل لتوقيف ولا لإسقاط البرنامج السري لقيادة حزب العمل، بالعكس لإيقاف من العمليات مؤقتة لترتيب وإرجاع عمليات أخرى. ولكن الأعمال داخل الجبهة بكل تنظيماتها صعب. المكتب العسكري كان قوة تتابع أعمالها بثقة مطلقة ورأي واضح، فتقدم المكتب العسكري بتقديم برنامج لتحرير المدن. فالبرنامج الأول للحزب كان إيقاف، ولكنه لم يتمكن، بل كانت له ثقة بأن هذه ستكون فرصة حزب العمل وسقوط قيادة المكتب العسكري. ولكن فوجئوا بالنصر الكبير الذي حققته قوات جيش التحرير الليثي بتحرير مدينة سجنين، وأيضا تحت قيادة تصفي صقلع حررت مدينة علي قدر أو قرية كبيرة علي قدر بخسائر لم يتوقعها الجيش. وهنا كانت بداية انكشاف خلفية قيادة حزب العمل. ماذا يعني التحرير؟ التحرير يعني التقدم، التفاهم، التعاون، وإرجاع اللجوء. لم تتمكن القيادة السياسية للجبهة أن تتحكم لا في المدينة ولا بتكوين عناصر فعالة، بالعكس لسقط صوتها نال أحد منادي الجبهة رجل له مرجع علمي متكامل ومتحضر معروف بعبد الوهاب محمود جمع. لم تكن لهذه الشخصية لا برنامج وضعه الحزب ولا برنامج وضعه التنظيم. بالتأكيد برنامج يضعه الحزب لا يقدم إلى عبد الوهاب، لأن عبد الوهاب لم يكن عضو الحزب. برنامج الجبهة يمتلكه الرجل السياسي الأول الذي كان رئيس المكتب السياسي واسمه توتين، لا، هذا كان مهموم بتركيز عناصر تمده بمعلومات عن أي شيء. فمثلا أبعد المكتب أو المدرسة السياسية من عليت تحت إلى علي العل، ركز فيه أخيه كمسؤول أمني، وكان إبعاد منادين لهم تاريخ مثل خندان من المنطقة. ليس هذا فقط، بل بعث بأخ زوجتي إلى الإذاعة للاستلام. فبرنامج حزب العمل بقيادة المكتب السياسي للحزب لانتزاع القوة لم يكن موحدا،
لأن توتيل كان له برنامج خاص يحاول تركيع الجميع. سوف يكون لقاؤنا في الأسبوع القادم لنهاية هذا الجزء، لنقول لكم التحية. زي لو ما عندي غطرة عندما يكفقينه بزعبة سلفي ايو سلفي ديموغرافيو ايو او وش تتغذى عن الانسان السيزان ازي سلفي زي سنايمج الرشاة دليت ناكلهم تلاتي حزبي الإسلام سوراء الإسلام كفتم انت مسرتين لك عيون سلفزي بشهم شعرتن ميتين سسان شعرتن أب مونغو بركان سحلن ذلك ملك تمسرتين حالي قفتم مسرتين أيدي سلفزي تقال لي أحمد آدم عمر يبال نوي حكاية الغلو تقال لي أحمد آدم عمر حالي غفتم مسرتي نايت البارفتي بيقول إن يخصص كم سلفي يلي سلفي كم جمريو مؤامنة سلفي أقاب أبو بروي صنع إن برن على ذي كونس أسد كافي جن أبدي كذكر زلو عبن أقدس نزل له نفس وقع نبنى إرسلا نزاها من غاية تخون تزحيري تخبر قال تذكي إذا إنجليزي إنجليزكا إذا خكاي دخالي سنبالي تحي مخنا الإنجليز قضينا يسوداني جيرو إرسلا أتخلو زرعيو صنع معبرنا أسم بيزو جين أبير نخاف تقول إنجليز كم تزحية لحي يكون أيكون ناتي خلا يوقع لهم لجمري فاشيت هتلر كون كله أبتو وانت تنزرع على حيال الهجرة الزبالة نبرة كنمي شعن تشعر تميت انتران شمانتا جرمان جابان تجاه جرمان بيتلر مرة عنها جابان بنغوس كيرو هيتو تاليان ببنيتو مسلم فاش سلدي أبي إرسا مغلاس تاليان أبتما جمريا تاليان مي إرسا كم أكل نايت اليان ضروة بضح مبارزات قبر كيلو بضح فابريكات خفت شمي كيلو حكمنا بسرعة الدرجة وهو تحوم كيلو سلجي معبالي نايرتا بفلاي بفلاي كرمال أسمرا كرن مسوع لعجينا سلجي انجليز تتخبر ان فرحان حي رسالو كاب هندي باكستان سودان نيجيريا لا مصر سمبر قبارن حلاقن انجريج كلهم توكالت نسو زورت بحن نسو اب ارسا دخول عين سلكن زرفان جمال لا أبنى أبتو وانتي
تعرف الكسبان أشجع أفريقيا أبو زعزع هذا الأوروبي في الأمين أبو إرسال لون أسمر مصوعن دمار الزنبري صح تعرف الكسبان إنجليز إذا خزرف كله بحايله صح يكون إنجليز في حايلنا هيجبي إرسال أبتي أليانز فور أوروب بعسكر في الزنبري حاجة تنتظر غميرهم إذا نعرف مين مقالهم بطلو الصغير أبوش تخدم أسمرة زعابي معسكر نايتريا براديو مارينا الفلت نمولو بحر ثلاث مكيان عالم ذكرة الزنبري بأمريكا توريزو تمك ايه كاغنو ستيشن تبايدو راديو مالي سلازي امريكا شركان ما ني مغطال ابس مار اسيا ناي جزار اسم منشتو مغمت ما نمي يسراو الفورت اي انجليز سرقوم مسكالتولو تجددهم يرسا مش يسوي اب فيدريشن كم تعبتو يستقبري وعلى فورا المنطقة كقبلو تجدشو إذا عين هالجلسة نتعلم التايم غانو ديموقراط أحد يكونس حبورات منقستد بربعان حلن دعويو كل جزءات نايت عليان نزع قوانا اللون يزميل سيدا قدامي تقزيس نايت عليان إذا غاب نبرا سلمتين العالي وضع إذا قلت أمريكان إنجليزي عليان كاموس أم مخناتو بشرخ قبوه بومو قضاي خنسو ناي شومال نعسر سعمت نهزم شومال نهجر شومال نتقل نسغدالو بغالي شرخ السويديس انجليز غبرو فنشال مريت كابناي سومال وليس نسيتو بيا خوف نساليان كم يفرمو مول لكع كمتي ارسا يتسكمتو شجر كل دوبات امونغو ارسان امونغو جيبوتي امونغو ارسا امونغو سوزان among Iran, among Ethiopian, among Iran, among the region, of Kaya Bahari, all forms of Italian. So this is how it is. Among the Iran, in Thai Giro, this is how it is. The people of the Gihodo, the people of the Gihodo, they are not going to be. قول بروح نك بقول تزدلي إرسا برلمان يبوا إثيوبيا برلمان ينورن إرسا برلمان هلو هلو إرسا حزب زمر ثم رحسن يروم برلمان إرسا بزبي إرسا زمر ثم أكارسين مرحون بزت تغير نجي بزمر كت أشيحه تقول تلو وان كل زغل أفتي ني تغير لحال نسيزا ليكونس ني إرزا سلقومن مغطن نايرت أن الكتاب لي ترومي أنجي زولو ترقوم نمفلات أب سلسعيو أويت تغير لحال نسيزا تفتري نكادور حال نسيزا بخمي أقباب كم تبرس جبت هي حالة قلنا سلفي سلزي إذا سلفي أبتي متقال له حاني إذا كلماي هاقر أو قباي إذا بايد السلت أبي عود سفت أمي صدقوني سلطان كمنزع خيدو قل بتسمون زعو سلطان ملو
تجبرك كفت موضوع الأين برن سردي نجد النيرو أبي حتى روان كلاج وادغيرو كله تدليو تجبرك نوفيتام جوباي كفتام الحمد لله ألف يقد يجد داس تزاي سرس أمون قطم مرحتين نايد باتسيزي كالتالي تقريرات بسيارة النيرو نايدي مصر ساوي شجر نمفرات بغل دامنا من يهضم مرحب أسماتهم بلاي قدس وتوم نايد بوليت ميهم مرحتي نورو أو استغرزوا هالنيه ده بمولهم إرساو التعبابية إرساو التعبابية إرساو بهلا زغلهم أحد يكونس كلهم سوزاناوي تمكرو زعبلون من الله سري السجرة تهارا دي كونو مسلم رغبو يسم بداي نظر يقول لك أفتعين تفضل حمد الله أتنا اتزيو برد نورا فرارا بغبو سنة فتراوي مركع افتحنيه بمرزم مركعات ناي سوور عين القتلات سيري إذي المفلات التغاغري التغاغري ناي جغار تغاغلتي إرساويان بسوور الجواب مش غسلو تقال انت مقلات اقدس يوم لا من عبد القادر رمضان مش عبد الله بن عبد القادر رمضان ابال مريحنت ويا ابال ثورة وبايش راح يكون ابال وطلع ومريحنت يونيو عبد الله ابراهيم ابكفلي دنكل زول تولادي أبل علموانو أبل ثورة وبايسون سلالي زوم كلتا زوم نزكالي أفتلعو تسينا عبد القادر رمضان أفلوت أو بقع بأي حالي دسي سازم الزيو العود سازنا بري نعو نمر الجزم كم وتعدى وما راح قا حمزة بعد نايتي وتعدى بيش أحمد يشرسو من فتام عبد الله بن رمضان مش عبد الله بن رمضان عبد الكل دعوة بارو نحن تغفري نايكت سبا أول تغير البحرين الثلاثة يقتر كل تغير لي أبصر رأي الثلاثة وانتو نحن أبرا يوصل نموت يوصل كيف موتو نسألنا سمسيا حولنا حالنا نايكل إرسلا والتراوز وقت كوني يا قدس نايوم أكرهتنا داعي نتمنى بغم يتبتسمون كو قلتون كو زرقوهن كي زنبورو حلفنا بكسرلاوي اللي فوليكاوي تحفزي زخرا برايك على يا قداس افتو وانتي كتر دو دي شغل شغل تسعيرو يبري اكرارت لا ناي قلي وطار داراو مرحتي ناي قلي بوليكا وغادر ناي جوا كرا كتاها زمي خل
في ذراع الفتنة الجبلة زي المفرد زين أو بيت الفتنة كبت صح عي كالن بوضوح عن قفايا قبل اللي يوصف تلوين سلاجي بطيقالي شنخ بكايز نبري في أمونغو حزب واحد تبال تبال الزول النبري في نامي إذا كان زوج يحو وثم نامي لا أكلت قال لما يقوبا يجيرو سم يربوطو سمم حزب وقنبار حان إذا بار وثم قالوا هيقول فومن أبتي قال لما يقوبا يتقورو رمضان محمد نور كم سيكرتر إيسا زبواركي كم بختر رمضان محمد نور كم وانا زحابي إيسا زبواركي كم بختر وانا زحابي وانا مرات وقبري إيسا سمارح سلالي بحرزة قد لما يقوى إيه مقبارو رمضان سوريا قوصو يبقسو سوريا ويان عميق ومنتو اب ايرتا اب ايرتا ومورو من اولا نحكتو اسخم نوارا شامكم تم كالي شرق تقال الوحن دي ايرتا تما تمورا شاوين نخذو سلم تاني شكركم دي تفضل رمالان مستغل كاري قال يفق ادولو بسوريا ويان مس تامري حنوزو مخلاب يقبلوا حراي نمز ساي نعالج قصهم يبقصوا ما رحنا الإشاس ما رحنا التغلو حلني إذا أفكن لقل لو بايلو مسوع أولاس ناعيو بارتي سوعو حرو يدمر بمولهم أو عالج يبقو كم عالج نهوى شايتي بكوسو مهرياتو أب علي زنبر نفاس توتيل بذر غمو متنعدي أسقاي سرزغوني أب رحض بالوزان قبر ثلاثة سيستقبل انتاي مغانو منجيرو كميل تغيرو الريسكا دوتي حباري يلن يا قداس تبون اشتراوي ملكا استدوري وي كلهم مو يكارو زرزنورو حاجنت نايت غلطيو سيرفتات سي ابتغردو حنسي بكب سيرفن تاوشتي ازباو غمبر ذركب سلفيني جيب مالي حنس ناي سلفي عيو كم سي أبتا كارا صوت برسكو بمولو ميش خميجي الزوايم يوم يقدس بحريات وما تعباب يوم كله سلاو سلالي أب مونغوم ذركب نبرش قرأت نايدا أثر بولو هولو جسم بدي ما يكون يقدس إتي يستقبل وليس نخفت أمو إبراهيم عمر علي توتيل أجزين عمر محمد ولو مش أبوت أثر فرغم انا قلت تذيلي يقول تقوانا بي الزين إبراهيم كما هذا قوينو ترغمتو توتي كالوس أبارات ناي بوليت كيرو دي كونس نايتي ما خلايش ما دولين ما ريحنا قلقلة أولاد كذرة سنة سلالي
بفل لاي افكار اي هجراو موبايل تي عوت زمن القوي سردي لك كم تي افكار لما هجراو موبايل ناي تقالو حندي لانسي قبلي كفل سر ننخاقوم سردي زم مستقبل سو كلهم تمكرون وشون صدقون تزقبرو عبي مسكري بوليس كاوي تعفت كمسيس كلهم توتيل عقمون كلهم سلفر نحالي ويسوع نسخات تسفايت خزقي تسفايت خزقي تنبو أفلتون أيكو قهنا لو ورق أرسلنا كايدي يقدس أبحقو حميت ناي وغن السلسنة وري إلتي أقاوما ناي بتبت أبت نفسون خرقال ولوين أبال لاي تبول الكاوي تبت كون جزاء هاي فتاي كم أبال قد لوايت سرحون مغطر وثا توفو أبزي كرات تايكونن ذكرت يقدر أكفف لا صراح أكفف لا صراح مرأت لحظهم مصغون الصراح ملو أين غير الماليو سلالي تشجر كابزي تبقشو شجر يكون انت فجر انت هيدا بعد انا مريح الناس جلية تشجر يسفجر مخلي عرضك من الترف يزيل سنت اها اصحى مقبال جد توتير كبيت نوح عين التمتين ناي نفسه وانت اذا نورت سميت نمر رقات تفرع عينك تأثر كاينين اذا المقبل مرأكي كم ناي تأتا مرح وين مرت كله تي أبلع الملعب كذا كيدو تنوري السفر علي تورات كبر الغالي توتيل نخلت تي بي سليتنا ايتوبيا على عفن ألا ما فين ستخلو أبارة نخسر كيو سنقا هيلا ورسلاتي ذكر ياسمي مالو زوم كلتي طلع بولج كاوي تعفت كادرات بريت مورد زغل دلو كونو كل قوة أحلي كونس حلو يسلع وقبيت حلو يسلع باير نمغطار ني كسرة اشترى أخيو اليوم وكسينا يتغلو حاني دار سرعي دار بوضح شنخات تكبرات نايتا سلفي كان سنوري أبكثرة كنفلت إنا بمالك ويو هيلة والرفلازي من الزكريات وتوساقي حاوون سوري إن العراق وتبدأ وتعليم كوسين تلاقي قد نبالي تصويعه نيشوب يا إبريجيو إذي تمجمّر يا وديسات نايدبار سيدي كقال زخالي أزمو جول عاد شنوان كم قصرينا رئيسهم نقفيتا يكون نعوز ملتي مخضوعه نخبره دوية تحديثون بحبر
كلمات ومدينة. هلو everybody, maybe you have noticed 2 weeks ago the program of my blog was given life with an English introduction. I did not change suddenly its a programizing blog. We began with English, we were continuing with Arabic and Tigrinya, and now we are beginning with Tigrinya, with Arabic, continuing in Tigrinya and English. And after 2 weeks, we will have another system of beginning with Tigrinya, English and Arabic. Today I will begin with part one, with the fearful atmosphere of conspiracy that was to blow out of existence the Islam People's Army struggle. Involved by Islam Liberation Front. The conspiracy to cancel Eritrea arrived to its last move after the fall of all the different and various struggles that costed the enemy a lot of sacrifice, began to use the left army on his own. That is, elements of the leading party of the ELF to ruin the ELF. Therefore, what party is it? When was it built? How was it built? Who were the founders of this party? What was the exact name of this party? The name is Labour Democratic Party. But all agree to keep the name secret and the existence of that party still. Unfortunately, those who formed this party entered in a conflict soon. One of the founders of this party, whose name is Ahmed Adam Umar, was accused by his own as a traitor and regional and tribal racist individual. This particular action can show exactly the balance, the force, and the voice of this party. Of course, the English say a bad beginning makes a bad ending. Therefore, try to judge what kind of beginning it is. Is it bad? Somehow, even though the leaders of the party, particularly the political members, they were all Air France, but with Sudanese culture, Sudanese character, socially and educationally. This also can, in a way or another, leave its stress for the continuity of the executive party. Therefore, even though formal,
the formation of that party was not strong enough to stand and continue to struggle. Therefore, the members who found this party from the beginning, they brought their soul to dismantle authority at any cost and by any way. These were the real goals of this party, formed in 69, made a great success in the so-called First National Congress of the Liberation Front in 1971, but that success didn't enable the party to dismantle the rest of the leading apparatus of the Liberation Liberation Front. Therefore, sought from the beginning to engage all his members and prepare them for another union known as the Second National Congress. So in this movement, the movement of this element was not friendly. It was antagonist. For example, Heroin, as vice president of the whole ELF, took with him the secretary elected in the First National Congress, Tothill, with him to the Eritrean Highlands to begin the dialogue with the EPLF. Not that ELF, EPLF, which was formed after 1975, no. The EPLF, which was formed of three different organs. The Ober Group, the Sela'ela Group, and the we and our goals led by EFF, known as Freedom Party, the coalition of these three. The real leader known for the people of these three elements was Sabe. Therefore, they all were together against the ELF. So Haroui, as a member of the newly formed party and as the vice president of the ELF, wanted to have a dialogue with Issas and Abdouala. No one knows what kind of discussion was. Even Tothill was isolated, but because Tothill himself at that epoch was not able to speak the Tigrinya language and to understand the Tigrinya language. But in the Western province, Lowlands, moves against Hori were strong enough. And the ELF was able to satisfy his members, and the Second National Congress excluded Hori from the list. But now the Labour Party was quite sure that his party dismantled
all these and also the they thought that they were the strongest and they will determine every and anything. But here they forgot not only the relations with the rest of the members, but even the Stockholm member, the members of the Central Committee didn't exactly know all the articles of that party, because in one way they kept it secret and they wanted to be secret, in another way they didn't have the force to distribute their own papers for their own members. Therefore, this party took a long, long, long way to stress a point that is equivalent to disaster. The move was excluding important and more respect military leaders. They cannot begin it directly by their elements. They must use all sorts of difference, and the first victim was pointed into two great leaders. One is Abdul Qadir Ramadan, a member of the Revolutionary Council and a member of the military staff, the Eritrean Liberation Front, almost the strongest office that was executing all the orders received and all the dreams of the Eritreans. The assassination of Abdul Qadir Ramadan and Abdullah Ramadan was not only spread in a humble, studied, respected way. They were kept secrets for time being. And the move of the party leaders not only to conclude and close that, but also to include other elements and show their force. Unfortunately, they were not able to do that, because after the Second National Congress of the Eritrean Liberation Front, the conflicts inside the three groups against Sebe were high air, and those who remained in the field led their first meeting in the Northern Sea, and there they took their way to create the first Congress, and in that Congress they elected new membership. Ramadan Mohammed Noor was chosen as the secretary
and each shares a forky as his vice. And Ramadan automatically was headed to Syria to begin his dialogue. But Syrians said, if you are democrats, as you say, and the ELF is another, then why don't you sit and solve your problem? So Ramadan was forced to contact his leaders in the Fed, ISAF, and the other executive committee of the newly born organization, the old newly born organization, and the group headed by ISAF marched to the liberated areas where the Politburo, political office of the ELF, was found, led by Putin. They arrived there. Now, the meeting must be between the leaders of the ELF, that's the Revolutionary Council, and the leaders of the ELF, their congress. No, it was a secret meeting about the two leading parties. What happened? No one knows. What kind of agreement then? No one knows. Things in this way, the contradictions inside the ELF were becoming day after another worse and worse. See you soon, and we will continue in a very appropriate manner. My solution for everybody. Gracias.